إلى روبورتاج المعيشة في البلاد الذي يعده كل من عبد النور رحاب وأمال عباس. عبد النور رحاب وأمال عباس اليوم وقفا على روبورتاج حول حوادث المرور، حوادث المرور في الجزائر التي لم تعد ظاهرة بل أصبحت مأساة، لأنه كل يوم تزهق الأرواح، كل يوم الحماية المدنية الدرك الوطني يسجلون حصيلة كبيرة لحوادث المرور. حوادث مرور هذه الظاهرة اللي تقريبا مازال ما لقينا لهاش حل، البعض يحمل مسؤولية لعدم احترام قوانين المرور، البعض يتحدث عن الطرقات، وكثيرا كثيرا كثيرا سببها لما تتحدث مع الدرك الوطني أو مع الناس المختصة يقول لك سببها عدم احترام قوانين المرور. نروح نشوفوا هذا الروبورتاج ثم نعود. واش عمل هذا وين؟ ساعة هيا 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 بريميرمون تولي الحاجه الاولى لي موان تاع الطرق، اختهم ما يخدموش طرق لا باس، ما يخدموش مليح، محفرين، وثاني ما كانش توعيه بزاف، فهم كيفاه، مادام ناقصه التوعيه ما يكون والو. كاين برامج توعويه تاع الحوادث المرور بصح ما تكفيش يا اخي، حنا رانا نشوفوا فيها ناقصه، ناقصه بزاف يا اخي. نهضر لك لا رياليتي، لي جان تاع دوكا وما نعيطوش، هم ياكلوا في المخدرات، كي ياكلوا المخدرات ما على بالهمش ما يديروا. كاش خطره صارت اكسيدون صارت لك؟ صارت لي، صارت لي في بويره وصارت لي لهنا في الحاميز، وما حبط حبي الدار معايا. واش من السبه؟ سبه ديالك ولا ديالو؟ لا لا سبه ديالو، انا جيت داخل نورمال هو كان مضروقي وكان يداير لي كيتمان ويهضر في التليفون. لا ماجوريتي سي تاكسي فيتاس، هذا هو البروبليم، راه صاير في الطرقات تاعنا، راك وراك تشوف انت. انت دير لا فيتاس ولا ما ديرش؟ خطرة على خطرة كي تحكم لي وتحرقي من داك لي بلاك هكذا صح. كاين البروبليم تاع الاخر واسمو تاع لي بلاك وتحرق لي بلاك، ما تريسبكتيش القانون وهذا هو البروبليم الكبير. انت من داك من داك موالف ما تريسبكتيش القانون؟ منين داك منين داك؟ شحال من مره هكذا؟ والله ما راه حاسبها. قول لي الحملات التحسيسيه اللي تقوم بها الدوله الان تشوفها بلي كافيه باش توعي المواطن؟ ما يكفيش ما يكفيش، وهذيك تاع سحب رخصه السياقه وما عندك معرفه تروح تجيب الرخصه وكذا ما يكفيش، هي الاحسن والاجدر. انا خطره كلمت عندنا عملوا القانون، القانون مانيش عارف انا كان يعملوا، قال نحيك الرخصه يا خويا عندك غرامه ماليه، خلص غرامه ماليه كبيره، قال مليون مخالفه مليون سنتيم، روح خلصها وروح، كنت نعمل هذه روعه. فيك لي جان عادوا طايرين عادوا يتبعوا دوكا لا فيتاس، يشوف كدا موسيقى لا فيتاس عادوا بزاف يروحوا روح على جالهم، غير ما كانك واحد التحومه هنايا حكاوا لي عليه توفى ربي يرحمه عنده واحد اليومين، سرق سياره البابا صغير في عمره واحد 15 سنه، سرق سياره البابا راح يدور بها مات مسكين، دار اكسيدو توفى. عدم المراقبه التامه للحافلات للسيارات للشاحنات، ما كانش متابعه، تقنيا ما كانش متابعه من اصحاب هذه الشاحنات. كاش خطره درت اكسيدون؟ جامي دو لافي، الحمد لله رب العالمين. كاش من لافامي العائله تاعك ماتوا لي زاكسيدون؟ كاين 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 من اقرب الاقربون. في 22 ديسمبر 2003 وهو التاريخ اللي تبدلت فيه حياة السعيد نهائيا، فبعد ما كان بصحة جيدة أصبح يعاني الكثير والسبب هو حادث المرور. كنت حابس أونتر دو دودان، في قرية سواشات، حابس نستنى في اللي كان معايا باش يحبط ونعاود ندور، نرجع للدار. وكان كان يهدر يقصر يحكي على غدوة من ذاك واش نديرو. شفت سيارة، كانت سيارة جاية مقابلة لينا بسرعة مفرطة، كان واحد 160 ولا 170 في الساعة. الحق على قسنا، كي الحق على قيس دودانا طارت به السيارة، طلع فوق دودانا طارت به السيارة، طارت شفتها طايرة أنايا، جيت باش نديماري ندخل في الفوسي ولا نهرب، ولكن الله غالب. دوك إذا كان
كان يمشي 150 برك، اذا حددنا السرعه اللي يمشيها في ثانيه كان 44 متر في الثانيه. انا في الثانيه واش نقدر ندير؟ ما كان والو. اعطاني ديريكت رجعني للور واحد 30 متر هكذاك، واحد 30 متر. ومن بعد ما فقت حتى لقيت روحي في المستشفى، في المستشفى تاع عين طايا. ومن هذيك ضربت 6 ايام وانا داخل سياره الاسعاف. كان عندي 5 كسور على كل حال، على المستوى كما يقولوا لو باسان بليس لو جونو كوتي غوش بليس يدي ثاني كانت مكسره، وكاين ثاني صدري ثاني، وكاين لا كولومبي تريبلا تبدلت على عقبها كما يقولوا، اللي كان من الفوق جا من تحت، اللي من الفوق اللي من تحت جا من الفوق، خلاص تبدل الحياه خلاص نهائيا. من بكري كنت نحافظ على روحي على الحوايج هذو باش ما يوقعوليش، والحادث هذا باش جا يعني انا ماشي متسبب به، انا واش انا ما عندي فيه حتى. احنا اليوم نعمل على تحسيس المواطن بالصور المرعبه، الصور يعني اللي نشاهدوها، الحوادث المؤلمه يعني، وين عائلات باكملها نصوروها، وفي التوعيه في المداخلات اللي انا مع المتمدرسين مع العمال اننا نشوفوا هذه الصور الماساويه بيحس يعني بطعم هذه الماساه. نطرح سؤال اليوم على المشاهد الكريم، على العائلات اللي تشاهد فينا، إلى متى حوى الطرقات؟ أقولها بكل صراحة أننا سنويا نسجل أزيد من 4000 قتيل، أزيد من 50000 جريح، وأزيد من 2000 معاق. إذا قلنا 2000 معاق سنويا، إذا قمنا بإحصائيات يعني من حوالي 10 سنوات أو 20 سنة، نجد أن الجزائر تفقد آلاف المؤلفة من خيرة أبناء الوطن. أقول لك أنت عزيزي السائق، أنت أيها الشاب المتهور إن صح التعبير، كن متحكما قبل أن تصبح رقما، إما في تعداد الوفيات أو الجرحى أو المعاقين. أزيد من 2159 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الوسائل، أطباء في الميدان. إضافة إلى هذا المراكز المتقدمة أو مراكز الإسعافات متواجدة في بعض الطرقات الوطنية، وهناك دراسة يعني بطبيعة الحال مع الأشغال العمومية لتكون عبر الطريق السيار 22 مركز متقدم. والسؤال اليوم، هل رجل الحماية المدنية توفى له أحد الأقرباء عن طريق الحوادث المرور؟ فقدت الأخت تاعي في سنة 2009 أمام الجامعة، 21 سنة و18 يوم للأسف الشديد، بعد ما كملت الدراسة تاعها، سائق متهور يعني، وللأسف الشديد ما عندوش رخصة السياقة، وكانت النتيجة أنها ماتت أمام الجامعة بعدما تمت الدراسة تاعها، وكانت صغيرة آنذاك، 21 سنة و18 يوم عاشت وذهبت بسرعة. عبد النور غير بالعقل، أنا أونتي فيتاس. ما تخليش عمل والله، راه بكير انا مزروبين برك اللي جا زربت شويه هيا عباك، والله غير على جا الوقت اللي درت لافيتاس، كون ماشي الوقت والله ما ندير لافيتاس. البروبليم تاع مزروبين عباك شحال ماتوا؟ 24 ساعه شحال ماتوا؟ 10. تسمعوا شنو؟ روحوا غير بالعقل، طريقه يتديا دوك سيدي سنانا ولحقوا بالعقل، طريقه يتديا ولا يتدي بزاف. دوك روحوا وحده وحده على بالك. روحوا وحده وحده.